السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم شباب، ان شاء الله تمام. معكم اخوكم محمد البكري من قناة دي جي كان صفر. اليوم راح نتكلم في موضوع جديد، انك كيف تركب مود تكبير الشجر في ماينكرافت الاصدار 1.5.2. طبعا الرابط موجود في الديسكريبشن تحت، تضغط عليه بكل سلاسة. وبنروح في السيلنت، بعدين نروح لابدأ. ثواني، نروح لابدأ. شل النوافذ اللي طلعت هذه. بعد ما نروح لابدأ نكتب بيرسنت اب داتا بيرسنت، اوكي. بعدين ماينكرافت، بعدين بن، بعدين نلقى كلمة ماينكرافت جي ار جار، اوكي، جي اي ار راحتك. نفتح فتح باستخدام الوينرر، الوين رن او وين رر، ما ادري ايش الكلام، ما علينا. بعدين نروح ننتظر الملف، هذا هو. نضل الملف الموجود اللي فتحناه قبل وننقله لهالملف اللي هو حق الوين رر حق الجي ار، ونسكرهم كلهم. نبدا بسم الله نشغل اللعبه. اوكي، نكبر انتر جيم. تضبط على السيرفرات. وطبعا المود منه فايدة انه بيساعدك في انك انت تجمع خشب كثير مرة. طبعا زي ما انتم شايفين الشجر كبر، ما ادري كيف كذا كبر بسرعة. يا سلام، كيف نوصل هناك الله اعلم. طبعا زي ما قلت لكم يساعدكم الموت في انك تكسر خشب وتجمع خشب كثرة، يعني مفيد. هذا كان كل شيء، يعطيكم العافية. كان معكم أخوكم محمد البكري من قناة دي جي جان صفر. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والديسلايك واللايك والكومنت. شكراً.